وحول هذا الموضوع معي من جنيف مدير المركز العربي للدراسات السياسية السيد رياض الصيداوي. إذن كما استمعنا في تقرير الزميلة بشرى، بعض الشركات الأوروبية فيما يبدو أنها استجابت للتهديدات الأمريكية مثل شركات فرنسية وأيضا ألمانية، إلى أي مدى سيرضخ بقية الحلفاء الأوروبيين للتهديدات الأمريكية برأيك، حتى إذا تسبب ذلك في خسائر للدول الأوروبية التي وقعت صفقات مع إيران تلزمها باحترامها؟ أحسنتي، هنا نميز بين شركات القطاع العام وهي قليلة في أوروبا وشركات القطاع الخاص. مثلا توتال وبيجو لما انسحبتا من إيران ومن السوق الإيرانية، رغم يعني المصالح الكبيرة، أعرف أن بيجو تصدر تقريبا 100,000 سيارة سنويا لإيران، مجلس الإدارة لهذه الشركات العظمى الكبرى يجتمع ويطرح سؤال منطقي هو التالي: أين سنربح أين سنخسر؟ هل سنربح مع أمريكا أم نخسر مع إيران؟ إذن الإجابة على هذا السؤال تجعل من هذه الشركات تذهب مباشرة نحو مصالحها لا أكثر ولا أقل. لهذا الشركات الكبرى بدأت تستجيب للولايات المتحدة الأمريكية، بينما الشركات الصغيرة أو المتوسطة التي ليست لديها استثمارات كبيرة وعلاقات كبيرة وممكن أن تخنق من قبل الاقتصاد الأمريكي، هذه تذهب، وهو محاولة ممثلة الاتحاد الأوروبي الحديث عنه. أما الشركات العملاقة وعلى رأسها توتال وهي من أكبر الشركات البترولية في أوروبا وبيجو، فقد أجاب على السؤال التالي: أين سنربح وأين سنخسر؟ إذا لا ننسى أن نحن أمام شركات قطاع خاص تبحث عن الربح وليس عن الخسارة. طيب سيد الصيداوي، يعني بحسب كلامك إذا لم يستجب الحليف الأوروبي كله لهذا التهديد الأمريكي، هل برأيك سيكون الحلفاء الأوروبيون جزءا من أي اتفاقات أو تحركات مستقبلية ما بين الطرف الأمريكي والإيراني؟ هو طبعا ثم الجانب السياسي والجانب الاقتصادي. كما قلت، الجانب الاقتصادي يستطيع أن يفلت من أوامر أو من طلبات الجانب الحكومي الرسمي، بمعنى أنه يبحث عن الربح ويبحث عن مصالحه. لكن يبدو أنه ثم أيضا إشارات لإعادة المفاوضات. نعرف أن الملف الإيراني الآن ليس نووي فقط بالنسبة لترامب الرئيس الأمريكي، ليس النووي، وإنما أيضا الصواريخ الباليستية ثم النفوذ الإيراني في المنطقة أو التدخل الإيراني في المنطقة، خاصة في سوريا، في لبنان، في اليمن إلى آخره. إذن ستتم مفاوضة إيران كسياسة في البلاد، وقال ترامب أننا لا نريد تغيير النظام وإنما تغيير سياسة النظام، وهنا ثم طبعا فرق كبير. أنا أعتقد أن الجميع بعد التصعيد الكبير وبعد جدية القرارات سيذهب مرة أخرى نحو التفاوض. نعم. طيب برأيك ما هي أوراق الضغط أو عوامل التأثير التي تملكها تلك الدول الأوروبية على الولايات المتحدة فيما يخص ملف فرض العقوبات على طهران، وأيضا ربما في ملفات أخرى يعني كالإرهاب والهجرة وغيرها؟ طبعا فيما يتعلق إيران، واضح من مثل الاتحاد الأوروبي أنها تشجع كما قلنا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستطيع أن تلعب دور مواصلة هذا الاتفاق، لأنه كما قلت ثم مستوى السياسي والمستوى الاقتصادي. المستوى السياسي دول الاتحاد الأوروبي متشبثة بالاتفاق النووي الإيراني مثل روسيا مثل الصين، لكن المستوى الاقتصادي لا تتحكم فيه كلية دول الاتحاد الأوروبي، وكرر لا تتحكم فيه دول كلية، لأنها شركات لا تبحث إلا عن الربح، وهذا طبعا من حقها. إذن سيتم الاعتماد على الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن السؤال أيضا مطروح: هل ستنفع إيران الشركات المتوسطة والصغيرة بقدر مع تعاملها مع الشركات الضخمة مثل توتال وبيجو؟ نعم، أشكرك السيد رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية، كنت معي من جنيف. قالت وزارة الخارجية التركية إن نائب وزير الخارجية